بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن قلت ما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أنشدته في النوع الذي قبله، فإنك زعمت ثم أن بين فيه حال. قلت معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار محذوف، وذلك المحذوف هو الحال لا أنه نفسه حال، بخلاف هذا النوع فإن المركب نفسه حال لأنه ليس بظرف، بخلاف بين فإنه ظرف. عموما أو لنا كتابة كده وكو آخر لآخرين خطأ لفرات زهنايتي أو إشارة بوي كلبر نسخانية لم نسخة لا سياحية أو لهر شو نكاوي تيابو منظور أولا. سؤال إذا تبروا كتي نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين كتي بونا الظرف يكون لمحل نسبدان لسرحاب وثمان حالة لفائل يسقط يوابو كابرا دلي جاتو لوي داكتد أو ظرفا كتركيب كراوة حالة ليرش دا بحثي تركيبي حال دا كيتو هر حالي شوكاتي وكو بيتا يا وكو أخولا ويا زور باش تو اگر بلاي فرق تالي بيني ام نوعا كوكو بيتا بيني تركيبي حال وكو تركيبي 15 ولبيني او بيتيك لفيش وترى تو انشاد تكدو بيانت كد او كاكتي وبعض القوم يسقطوا بين اخو ايش ظرف بو تركيبك ظرف بو حالج بو فرق انت تو بيدوابو لبيدا بين حالة دي لقل ام اخوال اخوالو بيتو شو زانم هوي كلا قبل بحث ما كر شو كاكتي شي غرو بغرو شو زانم عمانا فرق انت قلت الجواب هذا معنى قولي هناك من لبحث بين دا كزرف بو كاكتم حالا أو شون كزرف الزرف متعلق كي محذوفة يا أخوي قولنا في الفداد بيلا شوينا كبحثي ظرف جار ومجرور بيت بحثك لظرف مستقر وظرف لغو بوكم كتيا متعلقي ظرف كظرف كظرف استقرار بو ظرف مستقر بو واجبة بيت محذوف بيت جاد هرمي خدي محذوفة كحالة كاستقرية يا مثلا موجودون كرة تزام أفعال عامة جاء اختلافة يا آية بفعل تعبير لو متعلقة دريتاني يا باسم أو كارمان بونيا مستقر بها استقر بها كان بها كائن بها حصل بها حاصل بها ده محذوفك يا حال نكخد دي بينك حال بها همي شلبابي مثل أو خبرش ده كده لين جار مجرور يا زرف ده بيته حال دي قفر ابن مالك زو أو تذكري ده وكده فرم بابا الزرفك نا بيته حال متعلقك كمحذوفك أو ده بيت حال أو ده بيت خبر أو نابيت خبر خدي ظرفك نابيت خبر حتى لباسي متلا خبر جدا وفرمي خدي متعلقك كمستقر يا استقر يا حاصل يا موجود يا اشتكى أو ده بيت خبر للي رجعنا فرمي خدي مستقرك يا كعاملك يا بلين بوتشي بوتحال بلان ببيت شواني أم نوع أم نوع فإن المركب نفسه حاله أم مركب اللي رده هرخوي هرخويتيا حالة بالضبط شك بو شو قال لي أنه ليس بيت خوص زرف نيتها متعلق ببيت هل خدي مركبة كبيرة في دي بيت حال بلان بخلافي بين فإنه ظرف ببيت شواني بين الظرف يعني زرفتي متعلقيها يا أو يقصك خلو حالة ببيت. وإذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال
وإذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الزرفية والحالية تعينت الإضافة وامتنع التركيب. بحث شكيك دفرمي أجر هر كامك أألم زرفانا ولم حالانا بيان هني تدرى لزرفية يام خي يعني زرف نمينا آوا باش شباب جا إيتر ولزرفية يام خي لحال يام خي آوا تعينت الإضافة إيتر أختي واجبة أو دي جزء بريد إضافة بك لأنه تركيب كلمة تركيب إضافي وامتنع التركيب تمنع التركيب لسر تركيبك كما بنيبه إيت تعذو ما نامنا. تقول هذه همزة إيت بيني بينين عوا. هذه همزة بيني بينين. همزة إضافة كلا بروتي برو بين. بين إضافة كلا برو بين دوم. مخفوض الأول غير منونين. بيني أول مجرور وبران بيتنوينه. وشون كمضاف إليها لا حمل حالشها مضافة خوتنوين. بمضافه نابت بالا والثاني منونا دوميا مجرور جو منونة كمضاف إليها ومثله فلان يأتينا كل صباح مساء آوائل دي توقات حالي بابجة صوتك قال شاعر دلتي الأخوار تتي بلين فرزقة أم شعرة كذلك ولولا يوم يوم ما أردنا جزاءك والقروض لها جزاء أجل مثلا أو رجنا بوياك وإما دمان هوا بحداشي تودين رجي أو رجنا بوياك وإما دمان هوا بحداشي تودين إذا لحالك قرزة كانت جزاء بحداشي هوا الأخوار والنسيتي أعلم فرميتي معنى كيواي أجر يارمتي ما ندى بوتو لو رجع كتو خود دزاني عزيزنا بدكم دي ما طلبنا جزاك يما حول ما ندى بو بعداشتي تو إيتر وجعل نصرهم قرضا يطالبون بجزاء له برحال علي إيتو قرزك اللي سلم هيا يقاو قرزا نبوايا يما قسما ندبك او فاداش الدين نفس لروجك هاتو في اليمن كوتو يمش دمرو دات يا فريد كينو شاهد يك لا سر اويك اللي ردا تركيبك كتركيبك ظرفيه ظرف مركب قبل ان بلان يوم يوم بو لظرفيه هاتو تدروا جادي قفل مو الظرف كاتيك لا ظرفيه دي تدري او بحثي شي من نازانم داخل هردا تيابيا نادي هردا نازان لهم كتاباتي يتين حزوري زين منيا بلام أو كأيس حزوري من الألفية دا بهر شرحيك وكتماشيكي هيا ظرف أو هيك منصوب تقديري فيه ابن مالي للألفية دا دل وما يرى ظرفا أو غير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرفي لقت ابن داش لبابي مفعول به كنائف دبت نائف فعل قسيك من ليكردو أقل بيلد ما بمغازيك الكلام ظرف دبت دوبش ظرف متصرف وغير متصرف ظرف متصرف كما يا اويا غير متصرف كما يا اويا هميشه لظرفيه تاومين اي ظرف غير متصرف غير متصرف مع ذلك غير متصرف اويا كمشه لظرفيه تشيا ومن قلق لظرفيه النكر هل منصوب بتقدير فيه مش مفعول فيه بيت بل ظرف متصرف اوانك ظرف دبيت لظرف تشيدة تدري دبيت مبتدا دبيت فاعل جاري دبيت خبر أعوى جاء أوتر أمتوى لظرفية يا خلي ركانها ولولا يوم يومين يوم لردا مبتدا بابج أيضا أخو كمبتدا يتتعزق مفعول فيين يا شون كمبتدا تيا محل رفعها يا أيوان يا أو محل نسبها وهذا يفهم من كلامي في المقدمة أما طلبك ليرى أم تذكر أم دعوة الله نمتنك إيشا دزاندري لما تناكي من دعني دل أجل بوردي لي وروبي لما تناكي دزاني شوف فإني قلت وما ركب من الظروف والأحوال تم هرتشتك تركيب ولا زرف قانوتي لحالك بس فعلم أن البناء المذكور مقيد بوجود الظرفية والحالية زاندرا أما بنيبون لسر فتحة مقيدة ببوني زرفية ببوني حالته يعني
يعني لسه لو حالته ومن جام ابني دبن أي كان معناه النائت تازه خوهيج وأنها متى فقدت وجب الرجوع إلى الإعرابي وحركات يكيش لدستشن أمانة واجب قرانه بلوتي بلو إعراب وإنما قدمت الظروف على الأحوال لأن ذلك في الظروف أكثر وقوعا لأن ذلك في الظروف أكثر وقوعا فكان أولى بالتقديم بوش زرفة كان بس الحالة كان دا فيش خصت شونك أما الطلباء اللي زرفان دا زورت الرددا تاو كل حال كم ترواها يشتك حال ولا حالك بلا زرف زوري هي كلا زرفيتها خارج زبيت الدرف فإن قلت فقد وقع التركيب المسكور فيما ليس بزرف ولا حال اعتراض بيجي لي بلين كاك أخو أم تركيبة كتباس كتركيب مزجي واقع بوا أتوت اللزرف هذا بيو لحالة هذا بيو لعدد هذا بيو أيوة نبو ديد الله أو واقع بوا لشتيك كنزرف ونحالة ونعدد ونشتيك إذ كامل وانا نيا وكوتي وكو عرب دلن كقولهم وقعوا في حيص بيسة كوتنا ناو حيص بيسة اللكردي يا مجدى أم كلمة هيا ألن اشتكى كسر اللي در نكر لا لكردي واد ألن شت كسر اللي در نكر نبتزاني سروتاك وآخر كده شو دلنا كور حيص بيسة يعني أي في شدة يعصر التخلص منها يعني كوتونا السختية كوكا جران نجاة يندبلي جران النجاة من لو شدتها قلت هو شاذن وش هذا الله فلذلك لم أتعرض لذكر في هذا المختصر وبويا من متعرض نبم بو ذكري أم شاذة لم مختصرت يعني لما تنكدها أصلا بحث منك دو أشارك أشياء بحث منك دو بلان غيري حيث بيسا بو خوابي ما بدوسشتي كشن إسي حزوري ذهن مني بلان لشرح مفصلي ابن يعيش دا ابن يعيش إشارتيا كده دات بلا زود شك ولم يقع في تنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف حال بصورة مركب الظروف بصورة مركب القرآن دانا هاد وإنما وقع فيه تركيب الأعداد بلا القرآن دا تركيب عددي هاتوا نحو إني رأيت أحد عشر كوكبا و فانفجرت منه 12 عينا عليها 19 مثلا أم عليها قسيقك ده يسوي أولا 11 يجي من 12 أول تركيب عددي عليها 19 عليها أي على سقر يعني هاي عليها دي ستوب وسقر كلفية شواء لآت فيها شو لاباني كلوه يعني أما أمي أول يان كهنا يأتي أما الرأي مشهور للتفسير كذا أي على سقرة بوجد الله سقرة سونك تيا غير منصرفة لبر عجمة كنا لبر عالمية تأنيسي معنا بذاكرة على سقرة 19 ملكا نوزة ملائكة إليه لس جهنم يحفظون أمرها كارو باري جهنم بري ودبن مديرية كاري جهنم كان آوى وقيل صنفا برك دالين كيانا ديساشاني نوزق صنف وقيل صف ملاكتي برك كيانا نوز صف برا معنى أولي مشهور تلا وقرئ 29 قد قيامة عجيبة ما قرأتي شعظي نمدي ام قرأت لشداء 29 أعشر جمعي تجمعي أشيرة وكو أيمون كجمعي يمينة وهلا على هذا فتسعة مرفوع وعشرين مخفوض بإضافة منون نو تندا نو دهم أولي ده تواخر نو تندا نو دهم أرى الوادي بس ده تبلا دي أوكاتا تسعة مرفوعة إذا فكرة بلتولو أعشر بلا بقراءتي شعزيو برحال بقراءت درست في قراءتي قرآني بها دروس تجنيو أتريش توزي مشكلة أوه. ومجيء هذا التركيب في الأحوال قليل بالنسبة إلى مجيء في الظروف هاتني أم تركيبا لحالة كان دا كما
باشا يعني أم تركيبة كتركيب مزجية مبني دبن هر دو جزء كاني أفرمي كما بو نسبتك وهاتو لزرفان دا فضل لزرفان دا أم تركيبة زورة بلا نون دي لزرفان دا هيا لحال دانية حال ببلاكم. والنوع السادس الزمن المبهم المضاف لجملة نوع ششم لا مبني لسرفته ظرف زماني مبهم مبهم بحثي كاسب اخوي كوا اذا فكر بصفه وبذات كبر الجمله واعني بالمبهم ما لم يدل على وقت بعينه منظوري اما بمبهم او بمبهم او وقتي بخصوص نبات وذلك نحو الحين والوقت والساعه والزمان امانه هم ظرف زمان بلان كاتوساتي مشخص يعني هر هموی مثلا بمعنى كاتو وقته بمطلقي فاز معين يعني. فهذا النوع من اسماء الزمان تجوز اضافته الى الجمله ام نوع على ظرف الزمان كان درست تو اضافان كبروتي برو جمله ويجوز لك في حينئذ الاعراب والبناء على الفتح كات جنابد وكل مقدمه كات توضيح مدابود اضافه كدن برو جمله ب في وركت شيء ابو اعراب وبناء خد جمله كي. جمله كفعليه ابو فعلك معرب أمج معرب جملة كد فعلية بو فعل كي مبني بو أمج مبنية جملة كد اسمية بو أمج معرب أعلى بل دروس تبوتو فيه لو زرف الزمان أبو محمد هم معرب هم بناء لسرف الدخ ثم تارة يكون البناء بناء أرجح من الإعرابي جاء رواية مبني بوني أم زرفة ترجيحي زياء ترجيحي هيو قوي ترى تعاوقي إعرابكي وتارة أنك تجاري وعكسك وكبون بحث كبير فالأول أجر مبني بونكي راجح بي معربكي مرجوح بي وكتي إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني بون كاتيك مضاف إليه كمان جمليك فعلية بي وفعلك اشتبه مبني بون قوله شاعر دلت شاعر دلت على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع والشيب معذر والشيب وقلت ألما أصحو والشيب وازع عاتبت الأخوار من سويتي عتابا لوم وسرزنشت مشيب همان شيبة بيري صبا بكسراء صبوة وهو الميل إلى شهوات نسوي اتباعي زلازية بفارسي فينا عشق بعضي كردي على شوين كمتني هوا أصحو فعل مضارعة على الزندبي لخزمتي قرامتها على الزكام مزومي شابا لماكا أبو بويا حسفي واو كي لكنا ولتك نسي لصحوة صحونا بيداري زدكي سكرة مصدي وبيخش وازع بمعنى زاجر ناهي منع كر دلي جا برك ولا دقيق نازم لشوادين بلان دلي يكي لو كتبانك شرح شواهد دا جا نازم وي بغدادية كامل او ما قال ليك افرمي على حين او على ذلك بمعنى في بيت دلي وكم اتوا ودخل المدينة على حين غفلة اهلها غفلة من أهلها حلا على حيني يعني في حيني آوى يعني في حين عاتبت المشي آوايا لو كاتدا كسرزنشتم كرت بيري بسرتي بسر حوز بازي وعشق بازي دا وقتم لكاتي كامن حاطي صحهم بودي وضل الصحو چونكا بيداري عادة حاطي في رابو إنسان رودة دا إنسان لدوران جواني آنه دا توزك حالتي مسيكي جواني هي دواتر كبير دا بي حالتي كيبود روزة بي ودروني ورده ودا آفرين روناي دا بي تاو بيدار دا بي جالكاتي كمان دا بي بيدار بو مؤم جا بيريج وازعو مانع لبردم الشق بازية تازة توفيري أشتا دا بي شايد اسا حينيه أمل يردا دلا يروى على حيني بالقفل على العراب شعر كرمات كلاوة بجرة
زورت ساكر كبدأ رأي إذا فكر رواية كلاوة لسري أعرابة ولا ما مرجوحة يعني ضعيفة. وعلى حين بالفتح على البناء وهو الأرجح أرجح ما قوية وتنك لكوني مضافة إلى مبني هو عاتب إذا فكر أبرا جملة كفعل كفعل كمان ماضي ومبنية بس مضافة كمان كحين كسبي مبني بوني لمضاف إليه ككلدوا أو يقصك جوا لمغني دا لبابي شواردة أم بحث من هي. والثاني دوهم إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب أو جملة اسمية كاتيكا صورة دوما يعني عكسك أجر معرب راجح بإعرابك بسر بناك دا بناك مرجح به كاتيكا مضاف إليه أم زرف زمانا جمليك فعلية بفعلك معرب وكم مصارع يا جملك جملة اسمية بس فعلية نبت. فلو لك قولي تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أم آتي تشكلوا شنانا كده تفسير عربي كان دا يتل برأسي الدنيا يكشاشا اختلافي لصدق دفر ميتي هذا يوم ينفع الصادق أم آتي لآخر سورة ما إيدا دا فيش أم آتي تشن آتي كمان كخوي قولا سلق العيسى دكا وكو محاكمة عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله مسيحي كان قمراب مريم وعيسى كذا أخوة خواب عيسى ظل تقول بخوكي قلتوا أمزا جواب داتوا أمزا دعاء بخير ذكا أمزا أخوة قولا حكم خوي أدات حكمك يا اخوان فرمي يا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم شراسي كل يوم دروس بو بدرسي هات وروش امره روجي اوياك او صداقته هذا نجيب في هذا كانت فيوم مضاف الى ينفع يوم زر في زمانه ارزي جناب الدكم كزر في زمانه واذا فكره و با توجبه که یوم خود یوم مشخصه که ذاتی زمانی معینه بلا ام یوم با توجبه که با قیامتی منظوره باید دارن ذاتی زمانی مفهمه اینا کلمه یوم یا لیل ذاتی زمانی معینه چون که وقتا که هم مشخصه یوم ایوان یا بلا با توجبه که نازانیم چه روژه که او روژه باید دارن ذاتی زمانی مفهمه اذا فکره بلو ینفعو هو فعل مضارع که فعل مزارعه دیول فعل مضارع معربه ایوان یا كما تقدم ديف كان الأرجح في المضاف الإعراب أرجح أويل لم مضاف دا تبيت إعراب بيت كيوم هذا يوم هذا مبتدا بيوم تبيت خبر كيبيت جاء استيما كشرا من بودوزة بهر وصادني أمشتكاك جاء جونجو بكرا فلذلك لبر أو كإضافة الظرف زماني مبهم برو جملة فعلية كفعلك معرب أبيت أو كإعرابي الظرفك راجح ببسر بناك دا قرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم على الإعرابي لحوتي قراءة سبعة لو حوتان دا لقراءة سبعة لحوتي أنهميان برف أيام لسيراب خير مدينة تواني إلا نافع مدني نبيت نافع مدني بفتح خير مدينة تواني بوتوك لأنه خبر المبتدئي دلين قال الله قال مبتدأ الله فعل كيتي هذا مبتدأ يوم تيا خبر كيتي بلان وقرأ نافع وحده بفتح اليوم نافع بتنيا بشي خير مدينة باب الجن بفتح يوم كي خير مدينة تواني رحمة الله ذات شك جا كوفيا كان أم قرأتي نافع إسه كنافع خوين دوتي وانية هادي قدكي نافع بفتح خوين دوتي بلان خو نافع وكويا كي لقراء سبع أو نيازي بونا وبيان إعراب بناء يوم كالي لدى يوم آية أو حركة أو فتح فتح إعرابية فتح بنائية إذا علماء لو بدوا جن توجيهي كاري قراءة كان حالي باب جن دري ديانا آية ما بس شبوا لو كبا يوم خوين دوتي وانية رحمة الله خالد زوج جو بكرة أم هويلة بقولي كردلة عايز زورته زوج جو بكرة أم توزع كرانا كوفيا كان هاتون ها
حملیان کردو تسر اوی کتویان چی کاکا مبنیه لا اعرابیش اوان اعراب کردو کتویان براکم الله هازا مبتدایا یاوما مبنیه لسر فتحو لمحلاتیا مرفوع براوا حال ارزم نبی بو عرضی برای برازی خوم کم چون که اضافه کرده جمله فعلیه او بس یکان دلن بو اعراب کی ابه اضافه بکره بر جمله فعلیه که فعل کی معربه بو بنا کشی اضافه بکره بر جمله فعلیه فعل کی مبنی به بلان کو فی کان الان بمحض او ظرف زمان مبهم اضافه کرده بر جمله فعلیه جامازی به یا مضارع به هر چی دبه باب به مبنی دبت اما قصه چیه کو فی کان ولا علمايان هر ممتاز درجه يكي ام امته لزميني علم عربي دا ابن مالك لسا او رأيه او باب زاني وف الفيومنا برد الثانية فيمنية لألفية دا دلو ومن بنا فلا نظم فلا يفند وشتيشي اوه دلو بخواه جوانم لأدنية كلميكي اوه هي على كسي كشكا حرككي بحركي بناي خيومة ثانية کارکی تضعیف نکرد کارکی به حالا دانه اندرد جاوستی اما موسی محمد محید دین خدای لرازی به توضیحاتی که هیه لسری باش باوکا تیار حالی بخو والبصریون یمنعون فی ذالک البناء اغانی بصری علمای بصری مانع دبن لودا یعنی لچی لودا کذر فی زمانی بمهم وکو یاون بیو که اضافه کرا بلو جمله فیلیه که ینفعو بیت فعل مزارع بيو فعلك كمعربة ما نعدب لودا أو فتحك فتحي بنائب ما نعم ابن بندبن قراءتك بلاي بسر كان حجتك شيطة دانية وكو كوفية كان أوان دلان كوفية كان دلان فتح فتي أويك مبنية بلا أمان دلان أخي قراءتك حجته وفتح شيهي درسة بلا ويقدرون فتحة إعرابا تقدير دكان كدلان أم فتح فتحيك ام جاورا اثروا يكي خوارو من عربي كتبنا خنو بازور كاد نغرين دلكاتيك اما كوي ام اختلافي بس يكوفيا كان زور جواني كوكو دو تخوي لرازي بي يعني براستي ده تفسير جغري اوبت كنا بيتو اما انا محقق كاري محقق او يا وكو تي وايا اتو هم قولي دنيا بو بيننا بردست اخر تماشاركي هنجون لو قولا خوشانه وردغيره همو گولی دنیا د بین نبر دست به هر چی ترکیبی که ترکیبی که شته کتب نه کړ وایا بلان مش چون که وک محقق وایا لم گل بو او گل لم گل بو او گل اروا نتیجه کی چد دات دست او تحقیق کو نتیجه کی تی او هنجونه رکو پی کتابتی اما مساواقا کس کی او بخیل راضی بخ زادی قد ک دلکات یام د برف اخو دوان خبر له هازه وای بوکا و اسم اشاره که مزور به کلمه یام دو بیوکاته. هزه این مزور هر بایام دو بید. چون که خوندو معنی که دو بید مبتلا و خبر لاصله یک بید. ای خبر عینی چی بید مبتلا بید. ایوان یا؟ یام اوکاته دو بید چی دو بید معرب دو بید. ام وچه لم وچه دا که برا فاو خوندریو یام خبر به لحظه علا چشه نیه نبسری نکو فیلو دل یک. فلا چشه دیتی ادروز بید که یامی و خوینی. كات يخوينتو يوما بفتحي ميمكات تنويني بيو نبو كوفيا كان إجازان داوة أنفتا فتحي مبني بيت يعني بانجلو بيكا أو يوما تبا مبني بيت ولسر أو يوم هر خبر لهذا مبني لسر فتحو لمحلتها مرفوع إشاركش كهذا قال الله هذا يومو هر هذا وإشارة بو شوده بي هر بوصل بي بو يوم دي چونك وقت الخبر بي ده بيك يقبل الله صلى الله زور باش أمجا معنى للايكو فيك أن همان معناك لقراءة رفع يهبو وكأنه قيل لقراءة رفع أو نصب داء بلاي بسر يكانو كوفيا كانو أولا دادوكاتا لقراءة رفع داء وبلقراءة فتحشا للايكو فيك أن هذا اليوم أم روجة روجيكا كقازانج دقين براستكوين راستيكان بسر يكان دالا إجازة نادن يوم مبني بيه آتي آياتك التخريج ذكري اللي سر مسابي أوان لقراءة فتح ميم دا كلا يوم دا هيا تخريج أو آيات لو قراءة دا أو يضلن حازا مبتدا باشا باب الجن
خبرك ايش يا يوماً يا محذوف ولا سر أو أي يوماً يا الظرف زمان متعلقة بقالوا قال الله هذا آياتك أو قال الله هنا نزينا لبيش هذا يوم دا آياتك يا قال الله هذا يوم أو وقت يبقى قراءة نافعة دلن قال زرف معذرة يوم زرف بوتي بو قال يعني مفعول فيه يا بوي خبري هذا يا محذوفة أثرين وكأنه قيل جاء دقتك أوائل يديت وأوكات جاب زانا يك فتحة ببناء وبإعراب شون دنياك معاني دقوري وكوي قلت رابي خواه فرميتي خواه دفرمي لو روجدا كرازقويان نفعيان بيوارد دبي براستيكيان دا قلت لي هذا جزاء صدقك بس جزاء صدقك جزاء خبرك هذايا باش رابي جاء ودرس وجهك تخريج يعني لا تخريج يوم دال كحركه كحركه رابيبي تخريج تشكشي تخريجك تيا جادي قفرمو ايش اويا كيوم ظرف في زمان بيت متعلق بيه بمحذوف يا كوا خبر بيه لهذا جاء وقتها لسر اوا اشاركه بو يوم ناتيت بو سؤالك دبي كل اخوي پروردگار وا واقع بوا وكبون خنوانا كخواي قورا بعيسى فرمو او تو كتوتا خلق تو دايكت كنخوا جو ليا وجوابك اشكا اشاركا بو او سؤاليك الاخوا واقع بوا عيسى وبو او جوابشك واقع بوا لعيسى وبو ذاتي فرودقال فزوالي ديتو بو قتري اويك قترا بيانكرا لسؤالي الله تعالى بوا عيسى وجواب عيسى عليه الصلاة والسلام كفرموي خواجات شون كاري واب عمتي كشتي وام قتوه من نتالي ناويان دابوم قتو ما پرسشي خواب كن كاتم ندمران دوا خدا قداري لسريا اتنا في ليك اواج جوابك فاش باب جان فاز وكو يقو ترابي اويك ذكر كلا لسؤالي پرودگار بو عيسى ولا جواب عيسى عليه الصلاة والسلام بو پرودگار واقع دبي ام سؤال وام جواب يلا روجك كلو روجدا راستكان نتيجه راستكان دي بيننا في ام بيغات طلع ام تحقيق الدركه زور بارزشه ويستوما عبارتك اسان كمولسته واخو قازان زيت بيغينه براسي خداي لي راز بيز جون كوكلو چون كلكتي بتفسير كان السلوبري لي ناكي براسي جله بابجا زتك عجبين وسر اصل كتابك والبصريون يمنعون في ذلك بس كان منع دكا لودا كزر في زماني مبهم إذا فكرا وبرو جملو لقراءتنا في عدا يوم دخلنا ذاتواني البناء مبني بوني مبني بوني يوم كمبني بلا سفر منعيا كان في عواني أبو أم زاوي قدون فتحة إعرابا فتحة كي قبولة يعني قراءتنا قولة بالله عندنا فتحة فتحة إعرابية مثلها هاروك أو فتحة أو هابو فتحة ذاتواني هر وقت او فتحه وايا لشو دا صمت يوم الخميس تاولتي يوم مفتوحنيا فتحتيا فتحي عرابي بو شونك الظرفة مفعول فيه بوتي بو صامي بس لو يجدا الظرفة مفعول فيه بوتي بو قالي لآتك دا والتزموا لأجل ذلك بس ريكان التزموا وعوكبو شو تتوانيا وبس ركان دت يتوانه رحمتي إخوان لي بيه بلازم يندانا وبس ركان لأجل ذلك ذلك لزنيتي لبر أويك أوان فتحك بفتح إعرابي دعدنين أوا كتويانا أن تكون الإشارة ليست لليوم أويك مع مصامح الدين فرمو إشارة كبوتي لبيت كفرموي دو جور تخريجي كلك إشارة يجشان فرموي إشاركك بو خبرك بيك محذوفك هذا جزاء صدقك يا إشاركك بو أو سؤال جواب بيك أخوه لموسى عيسى دك عيسى جواب ذات إذا إشاركك بو يوم تي نابد وكاتها وإلا أجر واب إشاركك وإلا يعني أجر إشاركك بو يوم بيو فتحك فتحي بنائي بيو وكو أمبيا وانا دلن وكو كوفيا كان دلن جولي باب جن عرضي بلاي برازي خونكم لزم كون الشيء ظرفا لنفسه
او وقتا پیویز ده که یاو مکا کشی اکیا ظرف بیا بخوی داخل ناکری امزگو تا ظرف بیا بخوی او کاتی چون که معنی که تیگه چه چون که ده گوتره هازل یاوم واقعون یاوما خو غلط هازل یاوم واقعون یاوم هازل یاوم واقعون یاوما اولی ده توکاتی دو کاتی چیا غلط ده بی حالی بابجا بله زا وقت اشاره که پس کابه قصه ایش کش بانه دل اشاره که دگره تو بچی بو نفع که بو نفع که لینفعوی پیدا ده بی اینی هاز النفع حاصل یوم ینفع صادق نسید قول ایتو او چشش حل بی او رئی کش بانه غیر یم دو رئی ماوسا محمد محیدن عبد الحمد خویل رسی تارتی گشتی والثاني امجا حرزر في زمان اجم معرب بيو اضافه بك لبرو جمله اسميه اعرابك راجح ببصر شي دا مريونه كده شاعر دلتي تذكر ما تذكر من سليمان على حين التواصل غير داني تذكر ما تذكر من سليمان بيري كوتو أو كوا بيري كوتو ولا شيء لسليمان خان ضل بس على شرب معناه في بجوالة يعني في حين التواصل غير داني لكاتيك أو كبيري كوتواني وابو التواصل نزيكي قرب بيكوبون اتتازا غير داني دور كوتوانت هذا نزقنبه اما التواصل غير داني جمله اسميه ولا محلها مجروره چونك مضاف اليه بتيبو حين ليت اصل الجمله اسميه اصل الجمله اسميه چا اعرابه بس على حين قوي ترتاوك على حين هرچ على حين اشيا درسته روي بفتح الحين على البناء بلام والكسر ارجح على الاعرابي كسرك راجح ترى چونك كسر كسيتش اعرابيه لدا چونك جمله جمله اسميه ولا يجيز البصريون غيره بصري كان غير اعراب اجازه شتي كنادم عدل النبي اولت بشي اخر من تايكن يا بسين بس تايب يعني ان الصابع المبهم المضاف لمبني ظرفي مبهمة كي إضافة كلا ببرو شيء برو مبني جاء أم مبهمة سواء كان زمانا أو غيره فرقناك ظرفي زمان به يا ظرفي تبي مكان به ما دام مبهمة إضافة كلا برو مبني لمبني بونكي لمضاف إليك كسبي بناك أيش ومرادي بالمبهمي منظور بمبهمتي ما لا يتضح معناه أويك معناكي واضح رنابت إلا بما يضاف إليه ما قربوا كواتيا إضافة تكربوا إليه كمثل ودونا وبينا وكمانا ونحوهن مما هو شديد الإبهام أكو كلمات كشمان هل هلم زمين دا كأمانة على زيبلا يبرز يخونكم شديد الإبهام أمانة يعني إبهام كان أو أن دسخته أو أن دزورة تما شاده که اضافه دکلم برو معرفش هر کس بی تعریف ناک فهذا النوع اذا اضيف الى مبني جاز ان يكتسب من بنائه ام بشكات اضافه كلا برو مبني درست كسب كلا مبني بونكي ام لمبني بوني ام امش مضافك كسب تبكا كسب بنابك زود شكرا كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها هر وق نكرة كإضافة كلا وبرو معرفة كسبي تعريف دكا أو نكرة لمعرفك أمش دقيقا كسبي مبني بون دكالتي لمضاف إليه مبنيك قال الله تعالى ومن خزي يومئذ لم صورة دا ولا صورة كصورة هود ولا صورة الحاقة دايا معارج معارج بلا لبدا عاصم يوم إذن خندو توانا باشا يقرأ على وجهني بدو جور أمد خندو توانا
بفتح اليوم على البناء بخوين يعني يومئذ أمك لخزمتي قرامي تعارسكم ظاهرا الله أعلم الله أعلم بله بينج دانا لقراءة سبع دا بيوما خوين دوتواني كشاهدك إيما لقراءة أو بينزان دايا باشا ببجان لقراءة كسركي دانيا لتقنسي باشا لو يدا شونا إضافة دلية بفتح اليوم على البناء بيومي دخوينيواني تشونك مبنية بولي كوني مبهما مضافا إلى مبني تشونك يوم ليردا مبهما إضافة كراوا برو مبني كإذا ديام إضافة كرنا برو إذا چي كردوا كسبي بناء كردوا وبجري على الإعرابي وبجرش أمدوان خويندوان تواني نافع وكسائي أرزي براي برزي خومكم أمان كخوانديوانا تواني بجرى خوانديوانا تولى سرسي بابا جان لسر إعراب خوانديوانا تواني زرتك وقال الله تعالى ومنا دون ذلك منا جار ومجرور خبر مقدم ودونا مبتدأ مؤخر باشا خحال بلوا وبني على الفتح دون مبني لسر فتح بول إبهام شنك مبهمة وإضافته إلى مبني هسم الإشارة شنك إضافة شكرا وبرو ذلك كتيا باسم إشارة وإضافته إلى مبني واسم إشارة دي ولو جاءت القراءة برفع دونا بخوينة ومنا دونو كمبتدايا لكان ذلك جازا أخوي عادة دروز بو بلان خوة تازة دروز نيابو شونك قراءة لسبع داب بما نخوين دراوتو يتر والله قراءة الشازة نازان حالي باب جن كما قال آخر دانيش كدالي للشعر دا أمامان هيا ألم تريا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها تولتي ليردا والموت دونها الشاعر دونك إذا فكرا وبرو مبني كزميرا فتي خونتو أنا تشوك موتي والمبتدا أموتتيا خبرك إيتي بالي بعدا وقال الله تعالى لقد تقطع بينكم يقرأ على وجهين أمج بدو جود خونتو أنا برفع بين على الإعرابي لأنه فاعل ليلى قد تقطع بينكم نافع حفص كسائي وفتح عندنا طبعا لقد تقطع بينكم بلان أو كانك برفخ بان عندنا طبعا عزيز جناب الدكم بفتح عندنا طبعا جولي بوجن بلوايا نافع حفص بفتح عندنا طبعا يعني قراءتي حفص لعاصمه أو دوانا لقال كيساي سيدانا سيدانا بفتح من دوانا تواني او مشخصة كإذا فكرة وبرو مبنية مش مبنية وشوارا كاني كشبت سيخانه برفع لسلو كفاعلي وشيا فاعلي تقطعايا وقال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ليرا كان دا أقد قد كي شايري لإيما لساتي لسر مثليا كإذا فكرة وبرو تي برو برو تي برو موصولك كتيا كما كي أفري مشخصة كما بنية إيش؟ أمجد فرمي يقرأ على وتشيني بدو جر خناتهم مثل على الإعرابي إنه لحق مثل أوى جاء دودانا دودانا لحوتك كحمزة وكسين برفع خندو أنا توعنا فزرت صفة بوتي صفة أبو حقي وأو كاتا عرزي براكي خو مكان وهو مرفوع كمرفوع وأختي وبفتح على البنائي أختي بين جيشان عزيز جناب الدكان بشي خندوانا تواني بفتح خندوانا تواني سر بنابو چون كي إضافة كراو برو چي برو مبني أما بحثي مبني لسفتة تبو أم حوباشا وتاوجا يكشد أوراج إحساسكم شاد جوان بوم توضيح ندابي لآخر فكرم ليك داني صفحي صوهج وهينا لصوهجتا أها كتم جاري بيت بيتا أصله بيتا لبيت أي ملاسقا من ملاسقاً بواي كتوه چونك دبت حاليا مشتق بيه تهيل بيه تبه مو مشتق بيه فرين حس في جارك كراو كلامك و تركيب كراو دو اسمكان امزا عامل لحال داتي حال دبت عامل بيه كتوه ما في قولي جاري من معنى الفعلي جاري وانيكا اسم فاعل نيا هر جار 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 زيني تي دروسي جاري جا دلا كلمة جاري دلا جاري بيتا بيتا دراسيكي من مالكي تيه تسبيو بمالكة موا اهو يا لحظ الله جا جاري كلمة الدراسي بمعنى الدراسي لرده بمعنى مجاوري يعني دكري بمعنى دلت بيت
أبنا فعل به فتشونك حال يا بفعل يا بشيء ففعل يا بمعنى فعل تدبيت منصوب دبيت ديتر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.